وقيام توتي جانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والكانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. Okuyan kardeşlerim çakan. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine aminu etti'ullahi ve rasulih ve rasulihü ve la temellim anhü ve entüm tesme'un ve la tekünü kellezine kalu sefetna ve hümna yesme'un inne şerrat devab indullahi sümme hükmün lezine la yakudun ve levalim allahi fihim hayran lezme'un ve levesme'un ne temennim ve hümmüdün sadakallahil azim. Okuyan Nurhaya Çakar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lev ennehüm aminu ve tekavle mesubetüm min undillahi hayr. Lev kânü ya'lemün. Ya eyyühellezine aminu la tekulu ra'una ve kulu nzurna ve esme'u.
استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. أقيم صالحا يهدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له أسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Arkadaşlarımız sevdim seni mahvuduna ilahisini söyleyeceklerdi. Daha sonra Tunay Mandacı, Ozan Koçar ve Ünsal Akmaca ayetlerini okuyacaklardı. Sevdim.